فضيلة الشيخ عطية، وهل توجد مواضع أو حالات للجماع ينهى عنها الشرع؟ وإذا حدث هذا فما الحكم في ذلك؟ من الحالات التي تحرم فيها المعاشرة الجنسية الحيض والنفاس. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمحيض هو مكان الحيض أو وقت الحيض، وهو محرم بإجماع المسلمين. من اعتقد حله فقد كفر، ومن فعله غير مستحل له يجب أن يتوب منه. وفي وجوب الكفارة عليه قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير المسلمين أنه لا كفارة عليه إذا أتى امرأته في وقت المحيض. والقول الثاني وهو الضعيف أنه تجب عليه الكفارة، ومقدارها مختلف فيه، فقيل دينار أو نصف دينار، وقيل دينار إن كانت المباشرة في أول الحيض، ونصف إن كانت في آخره. وذلك وارد في حديث رواه أبو داود والحاكم وصححه. وحرمة المباشرة ممتدة حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل أيضا عند جمهور الفقهاء، وجازها أبو حنيفة بمجرد انقطاع الدم حتى ولو لم تغتسل، فذلك إذا انقطع لأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده. كما تحرم المباشرة في غير وقت الحيض والنفاس في غير المحل الطبيعي وهو محل الولادة. والمباشرة بغير الجماع فيما بين السرة والركبة للحائض قيل حرام وقيل مكروهة كراهة تنزيه، لحديث مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقيل إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرد ضعفا أو ورعا جاز وإلا فلا، وهو قول حسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، لأنه كان يملك إربة أي كان يضبط نفسه عن الحرام. وكذلك يحرم الجماع وقت الإحرام بالحج أو العمرة، كما يحرم في الصيام الواجب كرمضان والنذر، ويحرم في غير القبل، والله أعلم.